عايز اقول لكم كمان بعد قليل ان شاء الله في تمام الساعه التاسعة مساء منتخبنا الوطني لكره القدم بيبدا بقى ان شاء الله مشواره في الاستعداد لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله تنطلق في مصر يوم 21 من شهر يونيو الجاري عنده مباراه ان شاء الله في الساعه التاسعة من مساء هذا اليوم امام منتخب تنزانيا تقام على استاد برج العرب ان شاء الله يمكن دي اولى مباريات الاعداد لكاس الامم طبعا الفتره الاخيره كلها كانت فتره استعداد تدريبات بدنيه في معسكر مغلق في برج العرب لكن ان شاء الله خلال الفتره القادمه ومباراه وديه اخرى ان شاء الله بعد 72 ساعه امام من منتخب غينيا هنشوف في النهايه خافير اجير المدير الفني المكسيكي التشكيله الاساسيه اللي ممكن يستقر عليها لخوض غمار هذه المنافسات الافريقيه البطوله صعبه جدا 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 والمقياس لشكل المنتخبات وتقدر تقول من الاقرب للفوز باللقب مش هيتضح الا بدايه من دور الثمانيه لان الادوار الاولى ودور ال 16 مش هتبقى المنافسات بالشكل القوي نتيجة طبعا زيادة عدد المنتخبات الإفريقية إلى 24 منتخب التشكيلة اللي معايا الأقرب أو للمشاركة في هذه المباراة أحمد الشناوي في حراسة المرمى أحمد المحمدي ظهير أيمن أيمن أشرف فظهير أيسر محمود علاء وأحمد حجازي اتنين مساكين اتنين وسط ارتكاز نبيل عماد دونجا وطارق حامد أمامهم ثلاثة في خط الوسط الهجومي وليد سليمان عمرو وردة عبد الله السعيد وأحمد علي وجهه نظر اجيري خلال هذه المباريات الوديه هيجرب كل التوليف وكل العناصر لكن في هذه المباراه محمد النني ومحمد صلاح مش هيكونوا موجودين في مباراه تنزانيا النهارده بالتاكيد للتحكم مؤخرا خلال الفترة الأخيرة مع معسكر منتخبنا الوطني وعلى فكرة ده مش غريب لأن ساديو ماني كمان مع وصول منتخب السنغال إلى القاهرة أو إلى مصر أيضا ساديو ماني التحق بمنتخب السنغال لأنها فترة راحة نادي ليفربول كان أعطاها للاعبيه الدوليين خلال العشرة أيام الأولى من شهر ستة يكون فترة راحة سلبية بعد نهاية موسم شاق طويل جدا في القرى الأوروبية والدوري الإنجليزي بمناسبة الحديث عن المنتخب الوطني محمد صلاح النهارده في دراسة علمية ظهرت عن أغلى أغلى 11 لاعب على مستوى العالم من من ناحية القيمة التسويقية. محمد صلاح يعتبر ثاني أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة التسويقية في الدوريات الخمس الكبرى الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي، الألماني وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني بعد النجم الفرنسي الصاعد كيليان امبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. كيلين امبابي وصل ثمنه الى 252 مليون اورو لكن محمد صلاح قيمته التسويقيه وصلت الى 219.6 و من مليون اورو ثم جاء في المركز الثالث رحيم ستيرلينج بقيمه 207.8 مليون اورو خبر اخر متعلق بمنتخبنا الوطني ايضا يمكن التصريح مهم للكابتن احمد ناجي مدرب الحراس بيتكلم عن حارس منتخب مصر خلال الفتره القادمه هيتم اختياره نظرا للجاهزيه النفسيه والفنيه كابتن احمد ناجي ليه معيار معين في اختيار حارس المرمى اللي هيحرس مرمى منتخب مصر في كاس الامم وشايف الكابتن ناجي ان هناك معيارين لاختيار حارس المرمى الجاهزيه الفنيه والجاهزيه النفسيه والجاهزيه النفسيه هيكون ليها معيار مهم جدا يمكن يفوق الجاهزيه الفنيه على فكره في اختيارات حارس المرمى اللي هيقود منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه ان شاء الله الاسبوع القادم آه طبعا آه كابتن احمد ناجي آه اشتغل مع محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش في فترات سابقه فهو الاكثر درايه بالحارس اللي هيكون عنده اتزان نفسي وعدم رهبه في المشاركه في كاس الامم لان هناك عدد من الحراس ممكن في بدايات مشاركتهم في بطولات كبيره زي دي بيتعرض لاصابات والاصابه بيكون نتيجه العمل النفسي فبالتالي الكابتن ناجي المره دي مهتم جدا بالمعيار ده مع المعيار الفني عشان ما يكونش فيه اي غيابات او ارتباك في اختيارات الحراس مع انطلاقه بطوله كاس الام واكيد كمان هيكون في راي مهم جدا لاجيري مع الكابتن احمد ناجي في اختيار هذا المركز في البطوله القادمه. لكن على المستوى الاداري من الناحيه الاخرى طبعا خلال الفترة الحالية في استعدادات لهذه البطولة الكبيرة سواء بقى في استاد القاهرة الدولي، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام، كل الاستادات بيتم تجهيزها على ناحية الانشاءات لاستضافة هذه البطولة الكبيرة لأول مرة ست استادات ان شاء الله بتستضيف هذه البطولة في أربعة محافظات. النهارده كان في زيارة مهمة جدا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان معاه أيضا الأستاذ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لتفقد التطويرات الجارية في استاد القاهرة والأعمال الانشائية قبل افتتاح الاستاد ان شاء الله مع افتتاح البطوله الامم باذن الله يوم آه 19 آه يوم 21 من الشهر الجاري باذن الله كان في تفقد للمقصوره الرئيسيه ايضا لصاله كبار الزوار المركز الاعلامي الطريق المؤدي للاستاد استاد القاهره شكل تاني خالص في بطوله الامم القادمه بعد حوالي صيانه حوالي 3 4 شهور في الفتره الاخيره بصراحه معجزه يعني لو بنتكلم في 3 4 شهور عشان تحضر لبطوله امم ب 24 منتخب ده يعتبر اعجاز لإن أي دولة لما بتستضيف بطولة أُمم بيتم التحضير ليها قبلها بسنتين وأربع سنين، لكن لما مصر بتاخد هذه البطولة وبتبقى على عاتقها عشان تنظمها وتنقذ الاتحاد الإفريقي بتنظيم هذه البطولة بعد سحب البطولة من الكاميرون، ده إنجاز كبير جدا للقيادات الرياضية والقيادات السياسية في مصر، إن مصر استطاعت في الوقت القياسي أنها تنظم هذه البطولة. وحفل القرعه كان حفل ابهر كل الجميع الحاضرين او كل وسائل الاعلام حضر اللي نقلت هذه الحفله خلال الفتره السابقه وان شاء الله يكون حفل افتتاح عالمي في كاس الأمم الافريقيه القادمه وتنظيم ان شاء الله على اعلى مستوى